رحمة الله وبركاته. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وقد أوشكت الشمس على الغروب في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وفي ساعة إجابة، فاللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم هؤلاء هم حملة كتابك وقراء القرآن وأهل العلم والصلاح، وكما جمعتنا بهم في بيتك وفي هذا اليوم المبارك فاجمعنا مع أهل القرآن في جنة الخلد. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد فتح فضيلة الشيخ محمد البني موضوعا في غاية الأهمية، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى قد وهبكم يا أهل تنزانيا نعمة الصوت الحسن، وهذا عطاء من الله عز وجل، عطاء لا يكتسب. ومعروف في علم الأصوات أن الموهبة لا تكتسب، إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. ولم أرى حتى الآن في البلاد التي زرتها موهبة كموهبتكم، فهذا من فضل الله عز وجل عليكم. يضاف إليها ما نسميه في مصر أنكم سميعة، يعني تجيدون الاستماع وتجبرون من يقرأ أن يخرج ما في جعبته، وتجبرون من يقرأ أن يخرج ما في جعبته. نحن نقول عليها في مصر الشيخ بيتدلع، الشيخ بإيه؟ بيدلع، القارئ بيتدلع، يعني عنده مزاج بيقرأ وهو مبسوط، نفسيته عالية. فالحقيقة هذا وجدته في كل الأماكن والمساجد والمحافل التي زرناها وحضرناها في هذه الأيام، وهذا يحسب لكم. ويضاف إلى ذلك هذه الروح الجميلة في نفوسكم، وإن دلت على شيء فإنما تدل على طيب قلوبكم وصلاح نفوسكم، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم. ولا أظنها إلا بركات القرآن التي تظهر في اهتمامكم البالغ في المحافل وفي التلاوات وفي الزحام الشديد في المساجد على سماع القرآن. يبقى أمر في غاية الأهمية، وهو ما نوه إليه شيخنا الحبيب، وهو موضوع الاهتمام بالقرآن المرتل. كنا نتكلم قبل قليل، قبل وصولنا إلى حضراتكم، عن هذه النقطة. أنتم لا تفتقدون أصواتاً جميلة ولا تفتقدون حفاظاً، فقط أريد أن نركز أيضاً على القرآن المرتل كما استمعنا إلى العريس. أريد أن أرى نماذجاً كثيرة كالعريس هكذا. يعني مش في الزواج، في الزواج برضو، بس يعني إيه؟ التلاوات، يعني يكون عندنا قراء يجيدون التجويد المجودة، التلاوات، المحافل، وأيضاً قراء يجيدون المرتل، بحيث إذا قدم أحدهم ليصلي بالناس أثر فيهم. وإذا ولا منع أن نستمع إلى قارئ من تنزانيا له ختمة مرتلة. أنتم لستم أقل من أي دولة في العالم لها تسجيل لقرائها، تسجيلات مرتلة أو ختمات مرتلة، بل أنتم أفضل في المواهب الصوتية، فقط تحتاجون إلى الاهتمام والتركيز على هذا الجانب، وكل يجيد في جانبه. الله سبحانه وتعالى قد وزع المواهب على خلقه، فهذا يجيد في الابتهالات والإنشاد، وهذا يحسن التلاوات المجودة والحفلات، وهذا يحسن القرآن المرتل، ويكمل وتكملون بعضكم البعض.
فلا نركز على جانب دون ايه، دون جانب. فانا انبهرت جدا وسعدت باستماع الى الاخ الكريم الاخ عبد المنان الذي قرأ بقراءة ابن كثير في سورة النحل، قراءة جميلة هادئة جميل، هذا يوفر التنوع في هذا البلد. فهذا يعني أمر فتحه له الشيخ، فتحه لنا الشيخ محمد، وقد وضع لنا الحل، وهو إنشاء كلية متخصصة في القرآن الكريم والقراءات. وأنتم الحمد لله عندكم مراكز رائعة جدا، زرنا مركز الكبير الصرح العلمي الكبير القرآني والعلوم، صرح إمام الجزري والحكمة وغيرها من المؤسسات التي تنشئ حفظة وقراء. يبقى الاهتمام بالمتخصصين، ونأمل في المستقبل القريب أن نرى متسابق تنزانيا في المسابقات الدولية في فرع الحفظ، وأؤكد على هذا، في فرع الحفظ، أن يفوز بالمركز الأول أو المركز الثاني وأن يكون له نصيب. أنا ما عنديش مشكلة في متسابق تنزانيا أن يفوز بمسابقة الأصوات، فأنتم أهل لذلك، ولكن أيضا نريد أن نرى الحفظة الذين يختمون القرآن كاملا بختمات تؤثر. وبدل أن تستمعوا بقى لقراء مصر وعبد الباسط رحمه الله والحصر كلهم على الرأس والعين، لكن لابد أن تكون لكم مدارس متخصصة، تتفقون معي في هذه النقطة؟ وهذا ليس ببعيد عليكم، والله والله أنا أستحي وأنا أستمع إليكم، حاجة عظيمة جدا مبهرة. الواحد بيبقى خايف يقول يا رب استرني أمامهم، يعني أقول في نفسي يا رب استرني أمامهم، إيه ده؟ أنا ما شفتش هذا بصراحة، يعني لم أرى هذا الجمال وهذه الأصوات في أماكن كثيرة في العالم. مصر معروفة خلاص، هذا من قديم الزمن، ولكن الآن في الساحة الدولية جو إيماني رائع، يعني الإخوة يخلوا الحجر ينطق يا مولانا الشيخ محمد البني، ما شاء الله. فجزاكم الله خيرا. وأختم بأن أقول القرآن هو عنوانك أيها القارئ، أنتم الصفوة، أنتم أيها الإخوة الصفوة، صفوة المجتمع، أنتم حملة القرآن، أنتم الأمناء على هذا القرآن. فالسلوك السلوك، الله يبارك فيكم، القرآن ترجموه في أخلاقكم، في تعاملاتكم، في كلامكم، في صلاتكم، في تواصلكم مع الناس، في خدماتكم للمجتمع. حامل القرآن هذا يشار إليه بالبنان، حامل القرآن هذا هو الوردة المفتحة في المجتمع الذي يطمئن إليه الناس في حال فزعهم، والذي يأنس إلى الجلوس إليه الناس في حال خوفهم، والذي يذهب إليه الناس ليحل لهم مشاكلهم. هم الذين يهرع إليهم الناس إذا ضاقت بهم الحيل، لما يجدون في نفوسهم من طيبة وطمأنينة وعلاقة بالله عز وجل. الاهتمام بالقرآن بالتجويد والإقراء والحفظ والتعليم هذا مطلوب، ولكن أيضا من المهم أن نؤكد أن حامل القرآن هو يهتم جدا بالجانب السلوكي، فلا ينبغي أبدا أن يتنافى، أن يصدر منه ما ينافي ما يحمله في صدره من كلام الله عز وجل. أظن الإشارة قد وصلت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأن يعني يجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن تكونوا يعني بركة على تنزانيا كلها، بل على العالم الإسلامي كله إن شاء الله. ونرى منكم في المستقبل القريب يعني قراء عظام يملؤون الدنيا طربا وجمالا بجمال أصواتهم وسمو روحهم. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمك. بارك الله في مولانا الشيخ في هذه الكلمة الطيبة العطرة.